طيب هنتكلم بقى على النوع التاني من الاكويبمنت اللي احنا بنستخدمها اللي هي الفيكسد بيد ادزوربشن، ويمكن دي اكترهم استخداما واشهرهم واكثرهم انتشارا، لان يمكن يعني ايه الاوبريشن بتاعها هي يعني فيها تفاصيل كتير، بس يعني مقارنة بالنوعين الباقيين مش هتبقى كتير قوي، ودي بتنفع للجازز وللليكويدز، فهي بتبقى ليها يعني ايه مرونة اكتر. يعني احيانا بيسموها سايكليك باتش اوبريشن، سايكليك ليه اللي هنشوف برضو كمان شويه. الادزوربنت بتبقى عباره عن بيد، يعني حاجه كده محطوطه جوه الـ جوه كولوم، وزي الباكت بيد مثلا بتاع الابزوربشن ولا بتاع الديستليشن اللي هو باكت بيد، وبيبقى البارتيكل سايز ما بين يعني ايه 0.05 ل 1.2 سنتيمتر، فبتبقى ممكن تبقى صغيره جدا وممكن تبقى كبيره. وجود طبعا بارتيكل صغيره بتبقى ميزه، لان هي هتديني مساحه كبيره جدا 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 للماس ترانسفير، اكتر كتير قوي من لو انا عندي بارتيكلز كبيره، لكن بتخلي المقاومه بتاعه الفلو او البريشر دروب يعني على البيد كبير جدا. خلاص يعني بتعلي الترانسفير الماس ترانسفير، بس بتعلي البريشر دروب برضه. فبنحتاج يعني ايه نوبتمايز بقى، نشوف ايه هي الدايمتر المناسب علشان نقدر نشتغل بيه. وبيبقى الفلو ساعتها او في الغالب يعني بشتغل بيه من فوق لتحت. يعني الفلو بيبقى داخل من فوق ومش وبينزل من تحت. ليه بنعملها كده؟ بيبقى علشان زي ما قلنا البارتكلز بتبقى صغيره، ولو انا دخلت الفلو من تحت وخصوصا ان انا بشتغل الادزوربشن عند بريشر عالي زي ما قلنا، فساعتها ده ممكن بقى يطير البارتكلز دي ويعمل لها دراجنج معاه ويطلعها بره البيت خالص. فلما بعمل العكس فهي البارتكلز بتبقى موجوده في البيت، فانا بزقها لتحت وهي اوريدي يعني موجوده في البيت، فمش هيحصل عندي المشكله دي. هنتكلم على الادزوربشن في الفيكسد بيد بتفصيل اكتر كتير المره الجايه ان شاء الله، او اللي بعدها يعني في المحاضره الجايه واللي بعدها، فانا مش هطول فيه دلوقتي علشان يعني هنتكلم فيه لغايه لما نزهق. يعني في بقى حاجه اسمها الفلودايس بيد. الفلودايس بيد دي بتبقى يعني ايه اكثرهم تعقيدا واكثرهم تفاصيلا وكده. هو اللي بيحصل ايه، ان انا بيبقى عندي البارتكلز نفسها زي ما باين من الاسم بتتحرك. يعني انا مش عندي بارتكلز ثابته، لا ده انا ببقى عندي بارتكلز انا بحركها. يعني هي دي بتبقى اكتر موفينج بيد، يعني مش بس فلويدايز بيد، يعني ممكن نقول فلويدايز بيد سلاش موفينج بيد. فبيبقى عندي الـ 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 في مكان بيحصل بيه في ادزوربشن، والبارتكلز بتدخل جواه وبعد كده بتعدي على الحاجه اللي انا عايز اعمل لها ادزوربشن، وبعد ما بتطلع باخدها بوديها على مكان يحصل لها ريجنريشن وترجع تاني، يعني بتبقى سايكل كده. خلاص بيحصل فيها هنا ادزوربشن ويحصل هنا ريجنريشن. الكلام برضو علشان الناس تبقى متخيله، يعني هي دي ممكن حد يقول ده زي مثلا لما بعمل ابزوربشن ستريبنج، ان انا بيبقى عندي الحاجه السولفنت نفسه باخده بوديه للكولوم بتاع الستريبر يعمل له ستريبنج، شبهه جدا 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 تقريبا، هي نفس الفكره. بس في فرق ان هنا انا بشتغل بسوليدز، هناك انا بشتغل بليكويدز. يعني في الابزوربشن وستريبنج سيستم انا بشتغل بليكويد، فسهل ان انا اخده اضخه اوديه اجيبه، هنا انا بشتغل بسوليد. فالسوليد علشان انقله من حته للتانيه بيبقى التعامل معاه يعني ايه مش بالسهوله اللي احنا ممكن نبقى متخيلينها. فهو اللي بيحصل ايه، ان بيبقى عندي الكولوم شكله عامل كده، بيبقى متقسم لجزئين. الجزء الاولاني دوت اللي فوق ده اللي بيحصل فيه الادزوربشن، بينزل فيه الادزوربشن الادزوربنت من فوق كبارتكلز، والبارتكلز دي كانها بالظبط ديستليشن كولوم، عندي داون كامر والبارتكلز بتنزل تحت وبعدين تنزل كده وتنزل وتنزل وتنزل، دي كده السوليدز. وعندي تريز والجاز اللي انا عايز اعمل له ادزوربشن بيطلع من تحت لفوق، بيعمل فلويدايزيشن بقى، يعني بيبقلل كده او كانه بيعوم البارتكلز دي في الهواء، فهي لما تعوم في الهواء هيحصل السيرفس اريا بتاعتها الخارجيه هتتعرض بشكل كبير. فدي بقى ايه يمكن من الحاجات اللي احنا كنا بنقولها ان الاوبريشن نفسها هتبقى بتهدف الى تقليل مقاومه الماس ترانسفير، فده اللي هيحصل هنا، انها عشان فلويدايزد كانها عايمه كده في وسط زي كده لما حد يجيب كره بينج بونج ويحطها فوق مروحه هيلاقيها بتطير كده مش عليها في الهواء، هي بتبقى حاجه زيها بالظبط. فهي لما بتبقى كده بتلاقي ان هي المساحه بتاعتها كلها معرضه للادزوربشن، فبتحسن بقى الماس ترانسفير بشكل كبير جدا، وبتقلل بقى الريزيستنس بتاعت الانتر بيلت ماس ترانسفير يعني ريزيستنس. فهينزل لي في الاخر بقى البارتكلز من هنا ساتوريتد، والجاز اللي طالع فوق نظيف.
الساتوريتد دي بقى هتخش على الجزء بتاع الريجنريشن، هيبقى عندي هنا بقى ستيم بيدخل جوه الكويلز دي يسخنها ويعلي درجه حرارتها، وهلاقي ان انا عندي فيه بقى بري هيتنج، وفي عندي بقى الستيم هنا بيعمل ديزوربشن، وعندي هنا ستيم بيبقى لايف ستيم علشان يعمل ديزوربشن ليها ويعمل ريجنريشن كويس، وفي الاخر تنزل الايه البارتكلز، يجي بقى هوا هنا يعملها نيوماتيك ترانسبورت، يعني يشيلها ويطلعها لفوق خالص لغاية لما تطلع في الحتة اللي فوق دي وتنزل هنا وتكمل بقى الدورة بتاعتها لغاية لما يعني ايه تبتدي تعمل ادسوربشن تاني. فهي يعني ايه لفة طويلة شوية، ويعني هنا شارح شويه ان السيف تريز بتستخدم الرو جاز علشان يعمل فلويدايزيشن وبعد كده داون كامر وبعدين بيحصل ريجنريشن، فده اللي انا شرحته. يعني فيها مميزات ان هي بتبقى كونتينوس اوبريشنز، مش محتاج بقى احط فالفات والكلام ده زي ما كنا بنعمل في الفيكسد بيد، وان الهيت ترانسفير احسن جدا من والماس ترانسفير احسن كتير من الفلويدايز بيت زي ما قلنا علشان المساحه معرضه بشكل احسن كتير. فهي دي ليها مميزات من ناحيه الماس ترانسفير، بس بتبقى كومبلكس طبعا، انا عشان اعمل حاجه زي كده دي معقده جدا، وعشان اعملها اوبريشن حاجه يعني في منتهى التعقيد. غير كده ان انا محتاج بارتكلز تبقى اتريشن ريزيستنت، يعني مقاومه للتاكل او ان هي تتكسر يعني. فعلشان يعني ايه اقدر اشتغل بحاجه زي كده، مش اي ادزوربشن اي مش اي ادزوربنت ينفع اشتغل بيه. فيعني ده بالنسبه للاوبريشن او للفلوداز بيد ولل او الموفينج بيد وللفيكسد بيد. المره الجايه هنتكلم بقى على الموضوع اللي جاي اللي هي ازاي ريجنريشن للادزوربنت. والسلام عليكم.